هدى وهنا. مستمعينا، بعدنا معكم من إذاعة بانوراما ببرنامج هدى وهن. وبالفترة الأخيرة كتير صرنا عم نسمع عن موضوع الوساطة العقارية ومنصات الوساطة العقارية. اليوم بدنا نفهم عنها أكثر، نفهم شو هي شروطها وشو هي آلية عملها، من ضيفنا الأستاذ خالد المبيض المهتم بالشأن العقاري وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ خالد. أهلا وسهلا فيك، أسعد الله مساكي ومساء المستمعين الكرام. أخت هدى، يسعد نهارك. خلينا بداية نفهم شو هي الوساطة العقارية، وهل أي شخص ببساطة فيه يدخل هذا المجال وبسهولة؟ شو أهم الشروط اللي لازم تتوفر في هذا المجال؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة. الحقيقة طبعا كل يعرف أنه كانت مهنة الوساطة العقارية في السوق سابقا هي مهنة من لا مهنة له. نعم. يعني للأسف لم يكن هناك في خلال الفترات الماضية لم يكن هناك نظام يوضح واجبات وأهمية هذه المهنة، فبالتالي لم تتحول هذه المهنة على قدم هذه المهنة في السوق السعودي والقطاع العقاري، لم تتحول الى يعني كيان او كيانات كبيره مثل ما شفنا في بعض الدول. اليوم الحقيقه تم اقرار نظام، او مش اليوم تحديدا، يعني من حوالي تقريبا 3 أشهر تم اقرار نظام الوساطه العقاريه الجديد الذي وضع لهذه المهنه روابط ووضع لهذه المهنه احترامها، سواء كانت لشخص بصفته الطبيعيه او بصفه يعني بصفته ككيان أو كشركة. نعم. طبعا صار هناك الحقيقة واجبات على هذه المهنة، هناك أيضا ميزات تنافسية وضعت لأصحاب هذه المهنة مما يجعلهم مفيدين في العملية البيعية، أو خلينا نقول عملية التعامل العقاري. نعم. بين أصحاب العقارات وبين المستفيدين سواء من المستأجرين أو ملاك. نعم. هذه التقريب باختصار. طيب شو هي الشروط؟ وقلت لي أنه من 3 أشهر تقريبا صار في تنظيم للموضوع. صحيح، هو النظام صدر من مجلس الوزراء من حوالي سنة تقريبا، اللوائح صدرت من 3 أشهر، هي فقط يعني جعلت هناك اشتراطات أساسية للحصول على مهنة الوسيط العقاري. تبدأ بالتدريب بحيث أنه الراغب في العمل كوساطة عقارية اليوم لم يعد هي مهنة أي شخص يدخلها، لا، هناك واجبات يجب عليك أن توعها، وهناك قوانين يجب أن تفهمها. نعم. من واجبات عليك وحقوق للآخرين، هذه طبعا تأخذها خلال 3 أيام تقريبا دورة تدريبية. نعم. بحيث هي تنفي عندك جهالتك لهذه الواجبات التي هي مناطة عليك كوسيط عقاري، وأيضا حقوقك أيضا كوسيط عقاري تشرح لك حقوقك. هذه الدورة التدريبية بعدها طبعا يصير هناك اختبار للتأكد من مدى استيعابك لهذه الدورة. نعم. وبعدها تحصل أو تقدم على الهيئة العامة للعقار للحصول على رخصة وسيط عقاري وتحصل عليها وتصبح وسيط عقاري لك ما لك وعليك ما عليك. نعم. أنا سألتك أول شيء هل أي شخص بيقدر بسهولة يصير وسيط عقاري، لأني أنا تقريبا خلال شهر عندي صديقة وزميل قلبوا تركوا شغلهم وانتقلوا إلى الوساطة العقارية، بيقولوا لك شغلة كتير سهلة ومصرياتها كتير ومبسوطين هني ومستعدين يجازفوا. شكلك يا هدى ناوي يصيري وسيط عقارية. لا أنا ما بصلح بتصور. هون اللي بدي أسألك شو المتطلبات؟ يعني بيقولوا لك إنه لازم الواحد يكون ملسن، لازم يكون له علاقة، شاطر بالبيع إلى آخره. هذا سؤال جيد. نعم. طبعا خلينا نتكلم أساسيات. هناك الحقيقة أساسيات اللي هي الرخصة أو الحصول على الرخصة. نعم. هذه يستطيع أي واحد يقدم عليها. الآن المهارات. نعم. هي تعتمد على شخص يعني من بين شخص إلى آخر. طبعا أنا اعتقادي الشخصي أن الوساطة العقارية لا تعتمد كثيرا على قدرتك على الإقناع أو مثل ما تفضلت يكون ملسن، بقدر ما هي قناعة قدرتك أو مهارتك على اكتساب ثقة الأشخاص. نعم. اليوم أنت تتعامل مع أشخاص يشترون أغلى سلعة في حياتهم.
أو يريدون أن يبيعون أهم سلعة لديهم. فبالتالي يجب أن يكون لديك قدرة، طبعا هذه لا تأتي بسهولة ولا تأتي يعني المهارة لا تأتي بالكلام، هي تحتاج إلى وقت لإثبات ثقتك، ويحتاج إلى جهد كبير وتقديم العناية بالعميل وما بعد البيع لكي تكسب ثقة أطراف العلاقة. ومن هنا تصبح مصير عقاري ناجح، يكون لديك إمكانية وحظوة كبيرة جدا لزيادة عدد عملائك مستقبلا. نعم. اليوم المنصة العقارية أو منصة الوساطة العقارية شو ممكن توفر وكيف تشتغل عادة؟ طبعا هذا سؤال ممتاز جدا. المنصة العقارية اليوم هي يعني هي طبعا تطور كبير اللي حصل في كثير من القطاعات، من ضمنها طبعا أكيد القطاع العقاري، إنه صار هناك آلية للوصول إلى عدد أكبر من الجمهور من خلال هذه المنصات. كان في السابق يتم عرض العقارات إما بوضع لوحة على نفس العقار، وبالتالي أنت حظوتك فقط لنجاح بيع أو تأجير هذا العقار من الناس اللي مارين من هذا العقار اللي شافوا اللوحة. تطور الأمر، أصبح هناك إعلانات في الصحف، أصبح هناك إعلانات في التلفزة إلى آخره، ولكن هذه كانت أيضا لها محدودية. إعلانات الصحف كانت يعني تعرف أن الصحف تغطي يعني منطقة محددة. اليوم مع طفرة التواصل الاجتماعي أصبح هناك تحديد لعدد أكبر من الجمهور المستهدف أيضا، يعني ليس مثل التلفزيون. يعني التلفزيون ممكن يشوفك واحد خارج القطر أو حتى ممكن يشوفك خارج الدولة. فبالتالي أنت قاعد تستهدف الزبائن هم خارج عن الهدف اللي تستهدفه. لا، اليوم المنصات التواصل الاجتماعي ومنصات العرض العقاري أصبحت الحقيقة تخدم كثير من الوسطاء العقاريين، بحيث أنها أصبحت أداة جيدة للتسويق وترويج العقار والوصول إلى أكبر عدد من الناس المستهدفين نفسهم. فأنا أعتقد أنه هناك مثل ما تفضلت وهذا أمر جيد، أنه يجب على الوسيط العقاري أن يكون متسلح بهذه الأدوات وهذه المهارات اللي هي الحديثة تعتبر. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد المبيض، المهتم بالشؤون العقاري ورئيس تنفيذي لشركة منصات العقارية. يعطيك ألف عافية.